لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. في العام 73-900 ألف ابتسم الحظ لخدوج اللانجري ذات 16 ربيعا، فقد خطبها ابن خالتها أحمد المختاري، وكان زواجهما تتويجا لحب طالما عبرت عنه النظرات، قليلا ما أسعفتهما الكلمات للتعبير عما يختلج بداخل كل واحد منهما. لم يكن أحد ليعلم بذلك الزواج الذي تم في صيف العام 73 في تلك القرية النائية لولا الذي حدث بعد الزفاف ببضعة أشهر. كان أحمد المختاري فيما عدا مواسم الحرث والحصاد يعمل في تهريب السلع من سبتة المحتلة إلى الفنيدق. كان لقاء ذلك النشاط الذي يمارسه مئات من أبناء المنطقة يتمكن من توفير بعض المال للاستجابة لحاجات الأسرة. في يوم ماطر كان أحمد المختاري رفقة أشخاص آخرين على متن سيارة كانت متجهة إلى مدينة تطوان. انقلبت السيارة عند أحد المنعرجات وهوت في منحدر سحيق. مات كل من كانوا في السيارة ومنهم أحمد المختاري. فسرت عائلة خدوج الذي حدث تفسيرات مختلفة. وبعد أيام استيقظت الأرملة الشابة على واقع جديد. صارت أرملة، كانت حاملا في شهرها الخامس، لم تبرح منزلها وظلت تنفق مما خلفه أحمد من مال. في الحقيقة لم يكن مالا كثيرا، ولكنه كان يكفيها السؤال والخروج إلى العمل. كانت عائلته كما عائلتها فقيرتين، ولذلك لما وضعت حملها وكان ذكرا سمته سمير وجدت نفسها بحاجة إلى مدخول يمكنها من الاستجابة لمتطلبات الرضيع. استقر رأيها على أن تعمل كما كان يعمل زوجها الراحل في تهريب السلع المختلفة من سبتة المحتلة. في الحقيقة لم تكن المرأة الوحيدة التي تزاول ذلك النشاط، وقد تطلب منها ذلك الانتقال إلى مدينة الفنيدق. حاولت في مرحلة أولى أن تعود كل مساء إلى القرية، ولكن انعدام وسائل النقل وحين يكون الجو ماطرا من الأمور التي شجعتها على الاستقرار في الفنيدق. لم تجد نفسها غريبة في ذلك الوسط، فقد اكترت غرفة من أحد أقاربها وكان ذلك يوفر لها ولوليدها بعض الأمان. كانت خدوج تستيقظ كل صباح عدا يومي الجمعة والأحد لتعبر إلى سبتة المحتلة. كانت وجهتها كما عشرات ثم مئات ممن يعملون في تهريب السلع تلك المخازن التي لا تبعد كثيرا عن نقطة العبور، تشتري ما تستطيع حمله ثم تقفل راجعة. مع مرور الوقت طورت خدوج نشاطها. كانت تحمل من الفنيدق كل مرة بضع كيلوغرامات من لحم الماعز تبيعها لمواطنين مغاربة من أبناء سبتة. في الحقيقة كان كثير من الزبناء إنما يشترون منها تلك اللحوم تعاطفا معها. كانت معروفة لديهم إذ كانت الوحيدة التي تأتي تحمل رضيعها على ظهرها وبيدها تلك الكيلوغرامات من اللحم. حين تكون عائدة إلى الفنيدق تشتري سلعا من قبيل الصابون وبعض المصبرات ثم تعود. كان ما تحصل عليه لقاء ذلك النشاط المضني يكفيها بالكاد لتوفر لمولودها ما يحتاج إليه. تمكنت من أن تغني نفسها عن سؤال أهلها أو أهل زوجها الراحل، بل إنها حين كانت تزورهم في القرية كانت تحمل إليهم أشياء لا تصلهم إلا بمجيئها. كانت سيدة يحترمها كل الذين تعاملت معهم، وكان منهم من وسوست له نفسه مرة أن يحاول استغلال ظروفها، ولكنه لما لمس عفتها تراجع وطوى صفحة الغواية. مرت سنتان وخدوج اللانجري على تلك الحال. كانت راضية بما تحصل عليه وتأوي كل مساء إلى بيتها تعتني بوليدها وتؤنس نفسها بذكريات من فكت تبتعد، ذكرياتها مع ابن الخالة والحبيب الذي قضى أحمد. ذات مرة كانت في طريقها إلى نقطة العبور إلى المدينة المحتلة. كانت تحمل في ظهرها ولدها سمير، وكانت في يدها كدأبها خفة بها بضع كيلوغرامات من اللحم. في سيارة الأجرة التي أقلتها من الفنيدق كان بين الركاب رجل في منتصف العمر.
كان يبدو ذا أناقة ووجاهة. لما نزلوا من التاكسي اقترب منها وعرض عليها أن تحمل له بضاعة من أحدهم داخل مدينة سبتة. قال لها إنه لا يتوفر على جواز سفر، وإنها إن قبلت فهو سيمنحها 100 درهم. كان العرض مغريا بالنسبة للأرملة الشابة. في 70ات القرن الماضي كانت 100 درهم تمثل مبلغا لا يستهان به. أعطاها عنوان الشخص الذي سيسلمها البضاعة. لما عبرت إلى سبتة قصدت إلى ذلك العنوان. كان الرجل ذا ملامح هندية، ولكنه كان يجيد العربية، ولذلك هي لم تجد صعوبة في التواصل معه. لما سلمته رسالة من الرجل الذي التقته عند نقطة العبور، طلب منها الانتظار قليلا، ثم عاد إليها وسألها عن الساعة التي ستقفل فيها عائدة إلى الفنيدق. قالت له إنها ستغادر سبتة في حدود 2 بعد الزوال. إذ ذاك طلب منها أن تعود إليه في 1 زوالا. مضت خدوج إلى حال سبيلها، وزعت على زبنائها ما كانت تحمله من لحم، ثم قصدت إلى تلك المخازن التي تبيع البضائع المختلفة. ولما أمنت بضاعتها لدى أناس تعرفهم عادت إلى محل ذلك الهندي. كانت الساعة 1. سلمها الرجل ظرفا مغلقا بإحكام. سألته ما الذي بداخله؟ قال لها إنها وثائق تخص الرجل. كان وزن الظرف خفيفا. في 2 كانت خدوج تعبر إلى الفنيدق وهي تحمل طفلها على ظهرها، وفي يدها بضاعة اشترتها. مرت دون أي مشكلة. كان الرجل الذي تبدو عليه وجاهة ينتظرها. سلمته الظرف وأعطاها 100 درهم التي وعد بها. بعد أيام، ربما بعد أسبوع، التقته مرة أخرى. دون تردد هذه المرة تقدم إليها. راح يداعب الرضيع الذي تحمله على ظهرها. طلب منها أن تقصد الرجل الذي أرسلها عنده في المرة السابقة، وقال لها إنه سيسلمها بضاعة، وعدها 100 درهم أخرى. وكما في المرة السابقة مضت خدوج إلى محل الهندي، ولما انتهت من قضاء مآربها في سبتة عرجت مرة أخرى على محله. في تلك المرة سلمها كيسا بلاستيكيا صغيرا. سألت الأرملة عما بداخله، فرد الهندي إنه مسحوق حليب جديد يريد الرجل أن يجربه. كانت زينته نحو 2 كيلوغرام. أخذت خدوج الكيس وانطلقت. كان وليدها في ظهرها، نام فيما يبدو، وكانت تحمل معها 4 قارورات من عطر بخس الثمن وبضع قطع من الصابون. في ذلك اليوم اشترت 2 قطعة ثوب كانت تريد أن تقدمها هدية إلى شقيقة زوجها الراحل، كانت مقبلة على إقامة حفل زفافها. في الطابور من الجانب الإسباني لنقطة العبور كانت خدوج تنتظر في هدوء دورها، وفي لحظة ما تهامس المصطفون أن الجمارك يقومون بالتفتيش. لم تكترف، فهي في ذلك اليوم لم تكن تحمل بضاعة كثيرة. لما وصل دورها أوقفها عون الجمارك. سألها عما في قفتها، فتحت القفة، قلب قارورات العطر، ثم استوقفه الكيس الذي يحمل المسحوق الأبيض. قال لها ما هذا؟ أجابت أنه مسحوق حليب. نظر الجمركي إلى عيني خدوج، لم تكن تبدو عليها علامات استغراب. فتح الكيس، حمل برأس سبابته قليلا من ذلك المسحوق، ثم وضعه على لسانه. نظر إليها ثانية، قالت له ببراءة، تأكدت الآن من أنه مسحوق حليب؟ نظر إليها ثانية ثم قال لها أن ترافقه إلى مركز الجمارك. في تلك اللحظة أفاق الطفل سمير، كان يصرخ لعله جائع. كانت في الطابور امرأة تعودت خدوج على اللقاء بها. أنزلت الطفل من ظهرها وسلمته للمرأة، ثم ناولتها رضاعته. قالت لها أن تنتظرها بعد نقطة العبور. رافقت خدوج الجمركي إلى مركز الجمارك. حضر رئيس الزمرة ومساعدون كثيرون له. أدهشها الموقف، هي حتى الآن لا تعلم السبب الذي جعل الجمركي يستوقفها. بصوت فيه الكثير من الحدة والصرامة قال لها رئيس زمرة الجمارك،
من أين أتيت به؟ بماذا؟ ردت المرأة وجيلة. المخدر. أي مخدر؟ هذا الذي في الكيس، ألا تعرفين ما هو؟ الرجل الذي سلمني الكيس قال عنه إنه مسحوق حليب. هل تسخرين منا؟ كلا يا سيدي، أنا جادة فيما أقول. إنك تهربين الكوكايين، وستعلمين كم سيكلفك ما قمت به. إذاك علمت المرأة أنها وقعت في فخ قد لا تنجو منه. بكت، بكت كثيرا. أغلقوا عليها الباب في غرفة بها نافذة وحيدة. الطابور الذي كان ينتظر مضى، وعبر كل من فيه، ومنهم تلك المرأة التي حملت سمير ابن خدوج. حلقة الثانية والأخيرة. لم تكن خدوج تعلم أن القانون لا يحمي المغفلين، لم تكن الوحيدة التي لا تعلم ذلك. لما استوقفها الجمركي في باب سبتة وسألها عن المسحوق الأبيض الذي في الكيس، قالت له بعفوية ابنة البادية إن الرجل الذي سلمها ذلك الكيس في سبتة المحتلة قال لها إنه مسحوق حليب. قالت إنها كانت ستسلمه لرجل ينتظرها عند نقطة العبور، وإنه وعدها بمئة درهم لقاء الخدمة التي ستقدمها له. كان قائد زمرة الجمارك وهو يستمع إلى التبريرات التي تقدمها خدوج لا يدري إن كان سيصدق أن المرأة بتلك البراءة وأنها ضحية شبكة تهريب، أم أنها تحاول التمويه على نشاط تقوم به عن وعي وعلم. لما غابت الشمس وراء تلة الفنيدق أحست خدوج بوحشة. بدأت تفتقد رضيعها سمير. تنبهت إلى أنها لا تعرف عنوان تلك المرأة التي سلمتها ولدها. حضر عميد الشرطة رئيس نقطة الحدود وصيغ محضر بالوقائع. فهمت خدوج أنها ستقضي ليلها في تلك الحجرة المنعزلة، وأنها سترحل في الصبح إلى تطوان لتقديمها أمام وكيل الملك. في العام 75 لم تكن من وسيلة للاتصال غير الهاتف الثابت أو إيفاد مرسول. لم يكن لدى خدوج رقم هاتفي تتصل به، وفي تلك الغرفة المحكمة الإغلاق كانت وحيدة. لما أحست بأن الليل قد أسدل كامل أستاره على المكان، نهضت وسط الظلمة وتوجهت صوب النافذة التي تأتي منها معالم ضوء خافت جدا. لم تكن مرتفعة كثيرا. في الحقيقة لم تكن غرفة للاعتقال، ولعل وضع المرأة الشابة بها تم على أساس استبعاد قيامها بمحاولة للهروب. فتحت النافذة وهي حريصة على ألا تحدث صوتا يثير انتباه الحراس. لما أطلت لاحظت أن النافذة تفضي إلى مكان لا بناء فيه، هي لا تستطيع تبينه. تسارعت الأفكار في ذهنها، تريد أن تلحق بابنها. تذكرت أن وثائق هويتها لدى الشرطة، وأنها إن هي هربت فسوف يلحقون بها في وقت قريب. مع ذلك قررت الفرار. قالت في نفسها إن هي استطاعت العودة إلى سبتة فسوف تستطيع أن تتدبر حالها من هناك. حبست أنفاسها وأصغت جيدا. كانت تأتيها من بعيد أصداء خطى. حزمت أمرها وتسلقت النافذة. في لحظات قليلة تدلت إلى الخارج، ثم ألقت بنفسها إلى الأسفل. أحدثت صوتا. ظلت مكانها لا تتحرك، ولما أيقنت أن لا أحد أتى بدأت تبتعد عن البناية الصغيرة. تسلقت تلة قريبة تغطيها نبتات الدوم. لما ارتقت أعلى التلة صارت تنظر إلى سبتة. تلك الأضواء الخافتة هي سبتة، وفي الأسفل نقطة العبور. استجمعت أنفسها ومشت باتجاه أضواء المدينة السليبة. توقفت لما اقتربت من الطريق الصاعدة إلى خادو. مكثت هناك حتى انبلج الصبح ودبت الحركة في المدينة. ذابت وسط تلك الحركة، توجهت إلى محل التاجر الهندي. لما رآها امتقع لونه، تقدمت منه وقالت: ما الذي كان في الكيس البلاستيكي؟ عن أي كيس تتحدثين؟ الكيس الذي سلمته لي بالأمس لأحمله إلى صديقك. أنا لم أسلمك أي كيس. أنكر التاجر الهندي أن يكون سلمها كيسا ما. خرجت من المحل باكية. سؤال وحيد يدور في ذهنها:
أين يكون سمير الآن؟ قصدت خدوج إلى المخازن التي يتسوق منها المهربون. كانت تأمل أن تلتقي تلك المرأة التي سلمتها رضيعها. فجأة رأتها، تقدمت منها، سألتها عن الطفل. ردت المرأة بأنها سلمته إلى ذلك الرجل الذي كانت تتحدث إليه أمس قبل الدخول إلى سبتة. لما سمعت منها ذلك خرت على الأرض مغمى عليها. بدت صاحبتها وقد فاجأها ذلك. لما أفاقت أخبرتها بأن الرجل لما رآها تحمل الطفل اقترب منها وطلب منها أن تتركه له، قال لها إنه سينتظرها. ردت خدوج وهي لا تتمالك دموعها أنها لا تعرف الرجل، وحكت لصاحبتها وتدعى عيشة أنها هربت من معتقل الجمارك بعد أن اتهموها بتهريب الكوكايين. حكت لها قصة كيس البلاستيك الذي كانت تحسب أن به مسحوق حليب. صارت خدوج مجبرة الآن على البقاء في سبتة. قررت أن تحاول من داخل المدينة المحتلة أن تتقصى أخبار وليدها الذي ضاع منها، وأن تصل إلى الرجل الذي أخذه بعد أن أخذ منها حريتها. كانت خدوج تحسب أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، وكذلك مرت الشهور ومرت الأعوام. صارت خدوج الآن حبيسة سجن كبير اسمه مدينة سبتة. عملت في البيوت خادمة، وتمكنت من استئجار كوخ في حي ساردينيرو. أبلغت عائلتها بالذي حدث، وكان يزورها من حين إلى آخر شقيق لها. مرت 10 سنوات وهي على ذلك الحال. الطفل الذي كان عمره عامان صار الآن إن ظل على قيد الحياة فتى في 12. وكلما تذكرت سمير آوت إلى ركن للبكاء. دأبت خدوج على التردد من حين إلى آخر على مكان تجمع مهربي السلع. ذات مرة التقت صاحبتها القديمة عيشة. في ذلك اليوم أبلغتها بأنها شاهدت الرجل الذي تسلم منها الطفل. قالت إنها رأته في أحد مطاعم الفندق ومعه طفل. طار عقل خدوج. يومها قررت أن تخرج إلى الفنيدق. إنها تريد أن تمسك بالذي حرمها من فلذة كبدها وحول حياتها إلى جحيم. لم تنتظر، كانت تعلم أنها إن هي مرت من نقطة العبور فسوف يتم اعتقالها، ولذلك قررت أن تتسلل إلى الفنيدق من جهة الجبل. بعد ساعتين كانت تجوب أزقة الفنيدق. كانت تركز على المطاعم، لم تعثر على أثر للرجل. وبينما هي متوجهة إلى المحطة الطرقية رأته. كان يمسك بيد الطفل. دون مقدمات جرت نحوه، ارتمت عليه، أسقطته أرضا وصارت تصرخ في وجهه: أنت سرقت حريتي وسرقت ولدي. كانت تصرخ وكانت تبكي. تحلق حولهما الناس. كان الرجل قد نهض، ظل ممسكا بيد الطفل. فاجأته المرأة، لعله تذكرها الآن، ولكنه تظاهر بأنه لا يعرفها. حضر إلى المكان رجلا أمن، كان يقومان بدوريتهما في المحطة الطرقية، ولم يكن هناك بد من اقتياد الجميع إلى مركز الشرطة. لم تكن مع خدوج وثائق هوية غير تلك التي حصلت عليها من سلطات سبتة المحتلة، ولكنها قصرت المسافة على الضابط الذي تولى الاستماع إليها. قالت له إنها مبحوث عنها في قضية تهريب الكوكايين. صعق الشرطي لما سمعه. نبش في مذكرات اعتقال قديمة فوجد اسمها. إذ ذاك أيقن أن الأمر يتعلق بقضية من العيار الثقيل. كانت المرأة تتهم الرجل باستغلال فقرها وتوريطها في تهريب مخدر لم تكن تعلم عنه شيئا، وفي الآن نفسه تتهمه بسرقة ابنها. أحيلت المرأة والرجل الذي صارت تعرف اسمه الآن، اسمه عبد القادر الراجي، ستيني من مكناس، دأب على التردد على باب سبتة على مفوضية الشرطة في تطوان. كانت خدوج موقنة بأن الطفل الذي مع الرجل هو ابنها سمير، وكان الرجل يقول إن الطفل إنما هو ولده واسمه عزيز. لما عاد المحققون إلى المحضر
الذي كان قد أعد لحظة اعتقال خدوج في باب سبتة قبل 10 أعوام وجدوا تطابقا في أقوالها مع ما تدلي به اليوم. الجديد في الأمر أنها تدل المحققين على الشخص الذي كان المخدر موجها إليه. لما استمع المحققون إلى عبد القادر الراجي وجدوا في أقواله نوعا من التضارب، فهو يقول إنه لم يسبق له أن رأى هذه المرأة التي تتهمه ويزعم أن الولد له. وقبل إحالة الجميع على وكيل الملك في تطوان تم أخذ بصمات المرأة وبصمات عبد القادر الراجي. لما تم عرض بصماته على قاعدة البيانات اتضح أنه يدعى أحمد القدوضي وأنه مبحوث عنه من قبل مصالح الأمن في مكناس بتهمة الاتجار في المخدرات. كانت خدوج قد طالبت بإحضار الشاهدة الوحيدة في قضية اختفاء طفلها صاحبتها عيشة. لما حضرت المرأة أكدت للمحققين أن الرجل هو نفسه الذي تسلم منها الطفل الرضيع ذا العامين في باب سبتة قبل 10 سنوات. صار الرجل مطوقا بالحجج ولم يكن له من خيار سوى الاعتراف. اعترف بأنه إنما أخذ الطفل في البداية ليساوم به خدوج إن هي أبلغت عنه، وقد علم من صديقه التاجر الهندي أنها لزمت سبتة. اعترف بأن ما ضبط من مخدرات مع خدوج لم يكن الدفعة الأولى، فقد سبق أن ورط أبرياء آخرين في تهريب مادة لا يعرفون عنها أي شيء. لاحقا تم توسيع الدائرة، وفي إطار تعاون مغربي إسباني تم القبض على التاجر الهندي، وقد كان ممثل شبكة دولية لتهريب وترويج الكوكايين. أما خدوج فقد استعادت ابنها وصارت تعمل لتتدارك كل الذي طرأ عليه خلال السنوات العشر التي قضاها بعيدا عنها.